صحيح مسلم عن السهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سيار كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، هذا حديث عام لا يصح تقييده بأن هذا للمرأة أمام الأجانب، وهذا ضعيف القول هذا ولا دليل عليه. ولو كان هذا أمام الأجانب ما معنى قوله على رؤوس مثل أسنمة البخت؟ هل هذا أمام الأجانب؟ هذا قطعا المقصود به أمام النساء وأمام المحارم، فعلم أن ما قبل أيضا أمام المحارم. وهذا حديث كاسيات عاريات فسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول أن المرأة تلبس الملابس الشفافة، إذا كانت المرأة من هي أن تلبس الملابس الشفافة عند محارم وعند النساء، فمن باب أولى أن تلبس ثوبا عريا من الأكمام ولا يستر الساقين، لأن هذا النص يشمله. هذا التفسير. التفسير الثاني كاسيات عاريات، أي كاسيات في الظاهر عاريات للبس الملابس الضيقة التي تصل تقاطيع العضدين، تصل تقاطيع البطن، تصل تقاطيع الثديين، تصل تقاطيع العجيزة، هذا منهي عنه لأن هذا يجلب الفتنة. ولك حين ترى المرأة تجد في الشارع وتجد في الشارع والمرأة والتصفت العباءة فيها تصل تقاطيع جميع جسمها، لأن اللباس ما كان فضفاضة، كان ضيقا عاريا، كان ضيقا عاريا. وقول الثالث أنك كاسيات في الظاهر عاريات من شكرها، والحديث يشمل كل هذه الأقسام، الحديث يشمل كل هذه الأقسام.